السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. النهارده هنتكلم عن مشكلة في الـ QT ديزاينر، أو لما بتيجي تصمم الواجهات بتاع الديسكتوب بالباي QT عموما. هنتكلم عن حتة يعني مفيدة جدا ومطلوبة في كل المشاريع، وهي حتة الـ responsive، إن أنا لما أصغر التطبيق الكنترولز أو الويدجتس اللي جواه تصغر، ولما أكبر التطبيق الويدجتس تكبر. طيب تعال نشوف المشكلة ونشوف مثال محلول. طيب أدل ديزاينر، أفتح أنا فايل عندي، تعال نجيب مثلا اي فايل انا عامله في اي كورس قبل كده. شايف ده مثلا، ده التصميم، ده شكل اليو اي. طب صغر كده ولا اي حاجه، شايف الكنترولز تفضل زي ما هي. طيب كبر كده، خليه فول سكرين، شايف كل حاجه فضلت زي ما هي، وانا ايه والبيت الشاشه فاضيه. لا مش عايز كده، انا عايز لما اكبر الكنترولز دي تاخد مكان جديد، ولما اجي انا هنا اصغر كده الكنترولز تصغر. طيب تعال نشوف مثال محلول. نقفل ده ونيجي نعمل اوبن، وتعال نروح نجيب من ريسنت. ده مثال لمشروع. تعال نبص كده المثال، شوف التطبيق ده لو انا جيت اكبره، شايف الكنترولز كبرت. ويمكن عشان التطبيق فيه كنترولز كتير، بس لو انا مثلا صغرت، شايف الكنترول، شوف لو انا جيت من هنا مثلا اعمل ريسبونسيف، شايف بتصغر معايا. لو جيت اشوف اكبر كل حاجه تصغر وتكبر معايا، ده اللي انا بتكلم فيه. طيب تعال نقفل بقى كل الحاجات دي، تعال نشوف ازاي نحل المشكله دي. انا هكريت من ويندو عادي خالص، تمام، وبعد كده نبدا نحط الكنترولز بتاعتنا ونبدا نشوف هتظهر ولا هتكبر ولا ايه الدنيا. طيب هاجي احط مثلا زرار، احط كومبو بوكس ويبقى فيه اي داتا، مثلا احط ليبل، تمام، هحط عندي مثلا لاين ايديت هنا، وهحط مثلا كمان ليبل. حلو. طيب تعال كده نصغر التطبيق عشان نشوف ريسبونسيف تبان اكتر. بس كده هنجيب الزرار بس كده بس. طيب تعال نكبر، شايف لو كبرنا او صغرنا ولا اي حاجه، كل حاجه في مكان. طب عايز احله ولا بس خالص، اقف على التكست اللي هو الليبل واقف على اللاين اديت، دول الاتنين مع بعض. انت عايز لما يكبر يكبر، تقوم انت مخليهم شايف اللي اوت ده، عشان تقف عليها اسمها لي اوت هوريزونتالي، اضغط عليها كده تعمل لي اوت هوريزونتالي. حلو. هات ده وده كمان هوريزونتالي. حلو. طيب ده وده مع اللي تحت، يعني ده كلها مع ده كلها مع البطن، دول فيرتيكال فوق بعض، يبقى كده كبرهم كده. حلو. طيب تعال نجرب كنترول اوفر ولا اي حاجه، فضلوا زي ما هم. اقول لك ماشي، اوف على اللي بره دي اللي هي ماسكاهم كلهم، وعمل لها كده جريد لاي اوت، لاي اوت ان جريد كده، وتعالى كبر. حلو. تعالى كده كبر، صغر ولا اي حاجه. طيب اقف على اللي بره دي اللي هي الخاصه بالمين ويندو، وده هتلاقيها اوت جريد، وبعد كده اعمل شايف تكبر يكبر، تصغر يصغر. يبقى التركايه كانت فين؟ التركايه ان انا اخلي التكست مع الليبل لي اوت، واخلي التكست ده مع الليبل في لي اوت، اللي هما الاثنين هوريزونتال، ده وده هوريزونتال، ده وده هوريزونتال، وهما الاثنين كده مع البطن فيرتيكال، واعمل جريد لي اوت ليهم. ماشي، اعمل ده. طب انا عاوز دول يبقوا فوق، ما يبقوش زي ما انت شايف كده. اقول لك تعالى هات سبيسر، هات فيرتيكال سبيسر وحطه تحت البطن، قام رافع عمله فوق اهو. بس رن تطبيق اهو، شايف. تعالى كده اكبر في الفول سكرين، كبر. طيب الفكره كمان في ان انا ممكن اطبق كونسترين على الويتس، يعني انا عاوز اقول له لما يكبر مثلا اللاين ايديت ده ما يبقاش اعرض مثلا من مساحه معينه،
فانا ممكن اطبق كونسترين عادي اللي هو مثلا هنا اقف على لاين اديت اهو، واجي هنا من الفيو هجيب البروبرتي اديتور ده لاين اديت. طب ما انا عندي الماكسيمم سايز والمينيمم سايز، فالماكسيمم سايز ماكسيمم ويدث هقول له عم 500 عادي خالص. اجي انا اكبر اهو، كبر 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 كبر، شايف لما تيجي 500 يقف، فانت تكبر فول سكرين تلاقيه واقف ما كملش الايه الازيد من 500 زي ما انت عاوز. طيب الباتون ده دلوقتي واخد العرض كله، لو جيت تصغره شايف تلاقيه بيستريتش معاك اللي هو ما تفهمش ايه دنيته. انت ممكن تجيب له هورجنتال سبيسر وتحطه له، تحطه له كده، بس لو كنت احط اقول لك يا فوق يا تحت تمام. فاحنا بنحلها ازاي؟ بنحلها انك بتيجي تقف على ده وتعمل بريك للاي اوت، شايف تقوم عامله كده، تقوم انت جايب البوتن في الاتجاه اللي انت عاوزه وجايب سبيسر حاطه فين، حلو. وبعد كده انت واقف هنا تقوم عامل جريد، يقوم عامل كده، يبقى البوتن جبته في المساحه اللي انت عاوزها. تصغر يصغر، كبر تكبر. لو لاحظت الويدجت ما ينفعش تظهر اقل من الحجم اللي الحاجه فيه، يعني مثلا شايف الكنترولز دي بقت مليانه كده، فما عادش الويندو تعرف تصغر، لو جيت تكبر خالص يكبر عادي معاك اهو، تمام بس كده. طيب دلوقتي دي يعني ده لو التطبيق شايف كل ما بتكبر الويندو او تصغرها الكنترولز الواحده بتروح فاين. ده لو الويدجت عندي فيها كنترولز قليله، يعني انا عندي 3 4 وكل حاجه. وبعدين بص احنا ممكن نشيل دول اصلا خالص اهو، تبقى الويندو عندي فجوه. وممكن انا اعمل ايه؟ ممكن اجيب البوش بوتون عادي، شايف يتحط لوحده ويفرد ده لان اللي اوت لسه معموله. بس اجيب مثلا كومبو بوكس عادي اهو، اجيب مثلا لاين اديت عادي، ممكن اجيب ليبل هنا واجيب ليبل هنا واجيب بوتون، حلو. وممكن وانا واقف على دي اقوم اعمل لي اوت جريد، تلاقيهم كده اكبر تصغر يصغروا، تكبر يكبروا. بس الفكره في ايه؟ يعني دي جريد على طول من غير المره اللي فاتت. الفكره في المره اللي فاتت ان انا كنت رابط كل الاثنين دول مع بعض، كل اثنين مع بعض ودول الثلاثه مع بعض، فكان بيتاثر على الكل، تبقى المساحه بتتقسم على الجميع. هنا انت برضو تعرف تجيب سبيسر وتحطه تحت كده، ترفعهم لك فوق اهو، تصغر يصغر. شايف انت لو لاحظت التكست اللي هو الليبل ده ما بيتحركش من مكانه، ثابت. شايف لو كبرت ما بيتحركش خالص من مكانه، تجي تعمل كده يصغر. وتعرف تجيب الهوريزونتال ده، تعرف تحطه هنا كده، شايف، وتعرف ترن تكبر يبقى كده، تصغر يبقى كده. فانت اعملها بطريقتك عادي زي ما انت عاوز. لو عاوز التكست اللي هو الليبل ده يكبر ويصغر معاهم، فانت بتعمل ايه؟ بتعمل ده مع ده، تحطهم اللي هو هورجنتال لاي اوت، وده وده هورجنتال لاي اوت، وهم الثلاثه مع بعض فيرتيكال. عاوز تشتغل من غير ده خالص، يعني مجرد ان هم جريد لاي اوت، تحط اللي انت عايزه تعمل جريد، ماشي. ده برده بطريقتين كويسين، بس برده لازلت ده انا بعمله لما بيكون عندي كنترولز قليله، شايف هو شغال اهو، وما ينفعش يصغر اقل من الحجم اللي هو عليه. طب لو انا عندي كنترولز كتير، بص عايزك تبص على حاجه برده معايا عشان تبقى، وهي الاوبجكت انسبكتور، عشان يقول لك ايه اللي محطوط فوق بعضه. فانت عندك المين ويندو اهي، وشايف مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي نوع من انواع اللاي اوت خالص، شايف كله الا السنترال ويدجت، شايف متطبق عليها المربع ده لان هي ايه؟ متطبق عليها الجريد لاي اوت بس، مفيش اي نوع لاي اوت تاني، والتطبيق شغال عادي وبيعمل لك ريسبونسف زي ما انت عاوز. طب لو انا عندي كنترولز كتير زي المشروع احنا كنا فاتحينه من شويه، عندك هنا بقى مش عارف تابات كتير وليست ويدجت في الجنب فيها باتونز وقصه كبيره جدا، طب ايه الحل؟ اقول لك انا الحل ايه؟ تعال نشيل كل دول ونكسر اللاي اوت، شايف السنترال ويدجت اللاي اوت انا على الراحه ده، حلو. هاجي اعمل ايه عشان اظبط لما يكون التطبيق عندي فيه حاجات كتير؟ ببنيه على فريمات، فريم اقوم جايب فريم اهو، دي يعني دي طريقه على الاقل انا جربتها ولقيتها شغاله كويس. اجيب فريم املى بيه الويند كلها، حلو كده، حلو. وبعدين هاجي اقسم، انا عندي مثلا وليكن مثلا ليست ويدجت في جنب وتاب ويدجت في جنب، اقوم جايب فريم للليست ويدجت زي ما انت شايف كده اهو، واجيب كمان فريم كنترول سي كنترول في، نسخت الفريم اهو وخليه لبقيه الاب. يبقى انا بص لو جيت تبص على الاوبجكت انسبكتور او لا ده البروبرتي اديتور، هتلاقي ان انا حطيت ايه؟ فريم وتحته فريمين، شايف ده الفريم الاساسي وتحته فريمين، فريم اهو اللي هو ده وفريم اهو، حلو. وبعدين
ابدا على كل فريم احط الكنترولز بتاعته، فاجيب هنا مثلا وليكن تيبل ويدجت اهو وهفردها في عادي تمام. وبعدين هاجي هنا واحط شويه كنترولز، احط كومبو بوكس مثلا واحط لاين اديت كبير، احط بوش باتون، شوف نكبر الكنترولز خالص عشان ايه نشوف شكلها، ونحط ليبل ليبل كمان اهو، فبيبقى في كنترولز. واجي هنا هنا عاوز احط ليست ويدجت، اجي هنا خالص انزل واجيب ليست ويدجت اهي، انزل بيها تحت خالص اهو، واجي هنا امليها في الحاجات اللي انا عاوزها زي ما احنا بنستخدم الليست ويدجت لو حد شاف لي اي كورسز وكده. طب لو جيت رن التطبيق اهو، عندي هنا ليست ويدجت في ايتمز وكل حاجه، وعندي ايه التابس وكده. لو جيت تعمل ريسبونسيف شايف الدنيا بايظه على الاخر خالص. طب عاوز احل المشكله اقول لك انا، هتقوم انت جاي هنا على الفيو وتجيب الاوبجكت انسبكتور، عاوزك بس تشوف احنا بنعمل ايه، ونقفل الويدجت ده خالص اهو. هقف على الفريم الاساسي خالص اللي هو ده اللي هو الكبير ابوه، وهو عامل جريد لاي اوت، شفت اللي هو عامله ازاي صغره خالص تكبره. هتيجي تبص طبعا هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده ان دي خدت العرض كله، اقول لك مش مشكله. تعالى اللي بقى على الفريم اللي جوه اللي هو ماسك الليست ويدجت ده وعامل له جريد، حلو. وتعالى الفريم التاني ده وعامل له جريد، شايف الدنيا بقت كله لازم في بعضها. تعالى نكبر، مفيش اي حاجه حصلت، شايف الريسبونس بايظ على الاخر. طب تمام، اقف بقى على السنترال ويدجت اللي ماسكاهم كلهم واعمل لها جريد. طيب تعالى نرن، شايف كل حاجه تصغر معايا وتكبر معايا. طب وبالنسبه للكبيره دي الليست ويدجت الكبيره دي، قال لك لا عادي تعالى على الفريم اصلا، وتعالى نعمل فيو البروبرتي اديتور، وتعالى نجيب له ايه، تعالى نجيب له ماكسيمم سايز ماكسيمم ويدث 300 بس، شايف ال. طب انا عاوز اقلل، شايف ال خلي مثلا، شايف انا بقلل بشوفها لك بوريها لك وانت تشوف كده الماكسيمم 200. طب لو انا قفلت دي وقفلت دي هتلاقي التابة التانية بدأت تاخد حجمها. طيب هنا بقى هثبت الكنترولز بتاعتي دي في النص كده وخلاص، وجرن كبر كده على الاخر كبر، حتى التابة شايف التابة كبرت، التاب ويدجت مكملة معايا والليست فيو كبرت. طيب صغر اهو، صغر 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 صغر، هتلاقيه بيصغر بس الويدجتس اللي جوه مش بتتحرك، شايف الويدجتس دي مش بتتحرك سواء انا كبرت ولا صغرت هي زي ما هي، بعكس الليست دي. اقول لك تعالى اقف عليهم واحط لهم جريد لاي اوت، هياخدوا الجريد ده. طيب هو انا جاي جايب الويدجت بوكس واقوم جايب لهم سبيسر فوق، شوف السبيسر اهو بس كده رن، بعد الوند ده كبر يكبر، صغر بالعرض شايف يصغر اهو، تعالى كبر كده اهو، خدت الماكس ويدث بتاعها ودول ظهر زي ما انا عاوز بالظبط، واعرف اطبق على اللاين ايديت ده ماكس ويدث وعلى دي ماكس ويدث وعلى كل اللي انا عاوزه ماكس ويدث عادي، وانا اقدر اتعامل عادي زي ما انا عاوز. شايف كبرت يكبر صغرت يصغر زي ما انا عاوز بس كده. طيب اتمنى الفيديو يكون واضح للناس كل الفكره، لو انت بتتعامل التطبيق بتاعك صغير فكل الفكره انت تحط الكنترولز عادي وتطبق عليها الجريد لاي اوت، لكن لو انت المشروع بتاعك كبير فانت بتبنيه على بناء على بتبنيه على فريمز زي ما انا قلت. لو انت بصيت على الاوبجكت انسبكتور عندي هتلاقي التطبيق مبني على فريمز، بص كده عشان تشوف الاسم، شايف ده السنترال ويدجت بتاعتي اللي مبني عليها كل حاجه، وانا طبقت عليها جريد لاي اوت، وبعد كده ده فريم اساسي لكل المشروع، وشايف العلامه بتاعته ظاهره بين الفريم حدوده فين، وبعد كده ده الفريم اللي ماسك الليست ويدجت بس واللي انا عاطيله ماكس ويدث، وده الفريم الثاني اللي ماسك التاب ويدجت،
وطبعا انا على السنترال ويدجت مطبق جريد لاي اوت، وعلى الفريم الاساسي مطبق جريد لاي اوت، وعلى الفريم الصغير مطبق جريد، وعلى الفريم التاني بتاع التاب ويدجت مطبق جريد، مطبق عليهم كلهم جريدات، فبتظهر لك بالمنظر اللي انت شايفه ده. وزي ما انا قلت قبل كده مثلا لو انت عاوز ده ما يظهرش بحجمه زي ما انت شايف كده، بتيجي انت من البريورتي اديتور وبتجيب الماكس ويدث بتاعه، تمام، او بتجيب في كمان السايز بوليسي، ممكن انت بتطبق اللي هو يكسباند ولا يفضل هو بحجمه ولا كده. شايف انت الهوريزونتال يكسباند، الفيرتيكال فيكسد، انت ممكن تعمله كمان اكسباند، شايف؟ فلما تيجي ترن يظهر ويكبر، شايف الويدجز نفسها بتصغر وبتكبر، فانت ممكن تتحكم في السايز او حجم الحاجه من هنا. الباتوم ده انت شايف الفيرتيكال بوليسي فيكسد، لا انت ممكن تعمله مثلا اكسباند، شايف الباتوم تلاقيه كبر معاك، وانت تكبر يكبر تصغر يصغر وهكذا، شايف كده اللي انت بتعرف تتحكم فيه من هنا، من ايه، من سايز بوليسي، وعندك مثلا المينيمم اكسباندنج تلاقيه برضو واخد يعتبر زي الاكسباند، وعندك بريفيرد تلاقيه بالمنظر ده، زي كذلك اللاين اديت صورت وهكذا. تقدر زي ما قلت قبل كده ان انت لو انت واقف على ده وعاوز الويتس ذات نفسه ما يكبرش او الويتس يفضل زي ما هو عاوز، بتجيب السايز بوليسي وبتجيب الهوريزونتال، ما تخلوش اكسباند، خليه مثلا فيكسد فيبقى حجمه زي ما انت شايف، خليه مثلا مينيموم يبقى اصغر حاجه ممكنه، خليه ماكسيموم، خليه مثلا بريفيرد، زي ما انت عاوز بتظبطه زي ما انت عاوز بالظبط، تمام. بس دول الحاجات الخاصه بالسايز عموما. اتمنى يكون الفكره وضحت للناس، وانت لو عندك اي مشاكل في اللي اوت سيبها في الكومنتس وانا اشوفها لك، بس الفكره دي كانت مهمه جدا. وانت لما بتيجي تصمم التطبيق بيبقى يفضل انك تاخد بالك منه، فالتطبيق لو كبير لما بيكبر منك بيبقى فيه كنترولز كتير، بيبقى الموضوع صعب انك تظبطه، ولكن لما تبقى بادئ من اول تصمم وتبنيه زي ما انا باني هنا بناء على فريمز بيبقى سهل الموضوع بالنسبه لك، بتيجي على الفريم وتعمل له جريد او تعمل له هورجنتال او فيرتيكال زي ما انت عاوز، بيبدا يعطيك الشكل اللي انت شايفه ده. اتمنى الفيديو يكون واضح للناس، ان شاء الله يكون في فيديوهات تانية هنتكلم فيها عن بعض التيبس او التريكس، الحاجات الفنيه اللي خاصه في الباي كيوتي. ما تنساش تضغط سبسكرايب للقناه، ولو في اي استفسار سيب في الكومنتس. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.